بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة الكرام، يا أبناء بحرين العزة والكرام والأباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا وأخواتنا في الله، إن الأحبة الطلبة هم صناع المستقبل الزاهر، وهم الرفعة الأساسية للأوطان، وبهم تتحقق أمان الشعب في نيل الكرامة والعزة والتقدم والتطور والازدهار الدائم في ظل الأجواء السياسية القاتمة التي يعيشها شعب البحرين الأبيض تحت الحكم الخليفي المنبوذ. يعد الطلبة الشبان والشابات من أهم شرائح المجتمع التي تجاهد وتناضل بشجاعة وجرأة دون كلل أو ملل، ودون أن تخدع بأحاديث الطغمة الخليفية الفاسدة التي تحكم البلاد بالنار والحديد عبر مرتزقتها الأجانب. أيها الأحبة، إن الكيان الخليفي يعيش الوهم والسراب، تصرفاته المجنونة فهو يعتقد أن بزجه الطلبة في سجونه المظلمة قادر على تجهيلهم، وقادر على شرح الحراك الثورية في البلاد، بيد أن السجون قد تحولت إلى جامعات ثقافية ثورية تخرج أجيالا من المجاهدين الأبطال، في حين أن الساحات الثورية والمحاملة الاعتقالات الواسعة نجد توهجا دوما بالحراك المتصاعد التي تشارك فيه مختلف أطياف المجتمع البحراني الواعي. لقد أصبح زج الكيان الخليفي الطلبة الأعزاء والكادر التعليم النبيل الشريف في سجونه سياسة إجرامية ممنهجة تضاف إلى سجله الأسود، وإننا إذ نعلن في هذه التجمع المبارك عن تضامننا المصيري مع أحبتنا الطلبة والمعلمين الأسرى، وفي طليعتهم نقيب المعلمين مهدي أبو دين، نؤكد أن درب الثورة سيظل غاصا بسالكيه، وما أن وهما حواجز السجن والتعذيب أمام مقاومة وصمود الأبطال، فسرعان ما ستتحطم هذه القيود الخليفية البائسة، وينقلب السحر على الساحر، لتتوهج ثورتنا المجيدة بإشراقة شمس الحرية على وطننا البحرين الحبيبة، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأباء وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف ثورة الشباب 14 فبراير، 15 سبتمبر، أيلول 2015، بلدة جبل الحبشيت، البحرين المحتلة.